تكريم من اخواتي، يعني مش تكريم من حد غريب، ومفيش اجمل من كده ان انت تتكرم من اخواتك وحبايبك واصدقائك، فده شيء جميل يعني بشكرهم. لسه يعني شايف تكريم انه من اخواتي وحبايبي. انا عايز ان احنا نتعامل مع الحكايه دي على ان نبص للجوهر، الجوهر الموضوع البطل فن مصري. اي حد يخدم على الفن المصري اهلا بيه، اي حد يحب الفن المصري اهلا بيه، يعني اللي بيحب فننا احنا بنعتبره مننا، هو ده الهدف. الفن المصري هو السائد وهو المسيطر، ولازم كلنا نشكر القائمين على الفكره دي هناك. وقلت قبل كده هو ان كنا احنا هنا على مدار السنه في الاوبرا ده بيتقدم، لكن هم بنقول لهم متشكرين جدا على المجهود الجميل. احنا مش في مباراه، يعني مش في صراع، واللي بيأدي ناس كلهم كانوا نجوم وكانوا ناس يعني كلنا بنحبهم وكلنا بنحب اصواتهم وبنشكرهم، لان هم في ناس ما بيتكلموش اللهجه المصريه قوي فبياخدوا وقت علشان يحفظوا بالشكل بتاع، فنقول متشكرين جدا يا جماعه، بيحبوا فننا لازم نحبهم.